والسلطان الإسلامي يستجيب الخبر ولا بد لإخوان السودان إلى الأمنية الأمان إخوان السودان إلى الأمنية الأمان هذه وقفة تضامنية كيديروها أحزاب ديال اليسار والمنظمات الديمقراطية في الدار البيضاء تضامن مع الشعب السوداني في الانتفاضة ديالو من أجل الكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية. بطبيعة الحال أنه النظام السوداني ديال عمر البشير هذه 30 سنة هو مستبد يعني بالنظام ديالو على رقاب ديال الجماهير السودانية، وبطبيعة الحال أن الانتفاضة هي انتفاضة كانت ضد الغلاء ديال المعيشة، وسرعان ما تحولت إلى حركة يعني نضالية سياسية اللي مشاركة فيها كافة الفئات والطبقات يعني ديال الشعب السوداني اللي متضررة من الوضع الاستبدادي ديال نظام حكم البشير. وهاد يعني الصيرورة النضالية ديال الشعب السوداني طورات المستوى ديال طرح برنامج ديال التغيير الديمقراطي الانتقالي اللي طارحين فيه تفكيك اسقاط النظام وتفكيك ديال البنيات ديالو والاليات ديالو الاستبداديه، ويعني العمل من اجل تشكيل حكومه انتقاليه اللي غدوم واحد 4 سنوات اللي غتوفر الاجواء الايجابيه من اجل يعني يدار مؤتمر وطني دستوري اللي غادي يحاول يجاوب على الازمه العامه اللي كتعيشها البلاد والحلول ديالها، وفي نفس الوقت يعني يدار دستور ديمقراطي اللي كيعبر عن المصالح ديال يعني الشعب السوداني، اللي هذا يعني الدستور كيكون يعني كينطلق من الواجبات والحقوق المواطنه اللي كتاسس الوطن يتسع للجميع، السودان يتسع للجميع. فهاد الفتره اللي ساد فيها يعني النظام السوداني عرفات واحد التفكك اللي كتعيشوا البلاد على كافه المستويات، في نفس الوقت اصبحت مرتع ديال التدخلات الاجنبيه، وفي نفس الوقت انه النظام يعني ديال البشير كيطبق الاملاءات ديال صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اللي كتمثل في السياسه ديال الليبراليه المتوحشه اللي عمات الفقر والبؤس في صفوف الاغلبيه ديال الشعب السوداني. وحنا من موقع الترابط يعني النضالي والترابط ديال العلاقات الافريقيه والعربيه والانسانيه مع الشعب السوداني، وكقوى ديمقراطيه كتربطنا علاقات يعني نضاليه مع القوى الديمقراطيه يعني في السودان، ما يمكن لنا الا ان نوقفوا يعني بجنب الشعب السوداني باش يبلغ يعني الطموحات ديالو في وطن يتسع للجميع، ووطن يعني كيحفظ الكرامه وال يعني العداله الاجتماعيه ديال الشعب السوداني. السودان الى الامام الى الامام لا تيار السودان الى الامام الى الامام لا تيار السودان الى الامام الى الامام ويا سودان توري توري النظام دكتاتوري يا سودان توري عروقنا الدماء يموت ويموت. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.